بصراحة مش قادر يعني، دخلت في دماغي أغنية عبد الحليم حافظ اسمها إيه؟ أحضان الحبايب؟ تران 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 اسمها إيه؟ مشيت على الأشواك، مشيت على الأشواك، على الأشواك وجيت لأحبابك. رهيبة رهيبة، من بابا على الشجرة، من فيلم بابا على الشجرة. الفيلم ده كنا بنقعد في السينما نعد البوس بصراحة، سوري يعني، كنا بنعد كل بوسة لعبد الحليم حافظ، فكل السينما كانت بتعد بصوت عالي. يعني هو في أغنية يا خليل القلب تقريبا بيبوس ميرفت أمين 99 مرة تقريبا، ونادية لطفي بتاع 900 مرة. سو دي ذكرياتي عن الفيلم، كنا بندخله احنا في سينما الزيتون واحنا أطفال. المفروض أصلا فيلم زي ده يعني ما يدخلوش اصلا اطفال صغارين المفروض بصراحه، تمام. فخاطره سريعه كده لاصحابي وحبايبي اللي من جيلي عشان ما تشوفوش فيلم بابا على الشجره، لانه بصراحه فيلم زباله. اوكي.